السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ملكه زيرك. انت اول مره غتشاهدي لا فيديو ديالي، ما تنسيش انك ديري لايك وسبسكرايب ضروري باش يوصلك دائما الجديد ديالي، وما تنساونيش من لي كومونتير الزويونين اللي تفرحوني وهما اللي كيشجعوني اكثر واكثر. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي اليوم غادي ندير لكم طريقه جديده في الفيديو، وهو ما نوريكمش كاتالوج كامل، وانما باش ما نطولش عليكم حيت بزاف الناس كيتشكاو وكيقول لك فيديو طويل. غادي هذه المره غادي ناخذ بعين الاعتبار هذا الامر هذا، وغادي ندير لكم فيديو اللي صغير بزاف اللي فيه لي زوفر ديال الكاتالوج وكذلك مستجدات كاتالوج شهر افريل. بغيتوا تعرفوا على هادشي كامل، خليكم معايا. أعزائي أعضاء الجمال، السلام عليكم ومرحبا بكم في تقديم كتالوج شهر أبريل 2021. كتالوج اللي كيحمل في صفحاته مستجدات وعروض خاصة باستقبال شهر رمضان. أول فقرة غنبداو بها وهي فقرة المستجدات. أول مستجد في هذا الكتالوج هما الكريمات دوان A to Z اللي جاوا في حلة جديدة واللي كيجمعوا ما بين العناية بالبشرة والمكياج، وكيتميزوا بالمزايا العشر ديالهم اللي هما تغطية البشرة والتحسين وإنعاش مظهرها وحمايتها من التلوث والشمس، مقاومة العرق، تهيئ البشرة للمكياج، كما أنهم ما كيسببوش انسداد المسامات وكيساعدوا في إضاءة البشرة وترطيبها على مدار اليوم. الكريمات متوفرة في ثلاثة ديال الأنواع. أول وحدة هي الكريم دوان A to Z هيدرالوكسين اللي كتعطي إشراقة ونضارة للبشرة وكتقلل من ظهور البقع البنية. الكريم الثانية هي الكريم A to Z هيدرامات اللي كتساعد على امتصاص اللمعان غير المرغوب فيه وتغطية المسامات. وثالث كريم هي دوان A to Z هيدرا اللي كتمنع فقدان ترطيب البشرة وكتمنحها ترطيب كيدوم طوال اليوم لنضارة ونعومة أكثر. الكريمات متوفرين في هذا الكتالوج بخصم 40%. وبمناسبة إطلاق الكريمات كنقدموا لكم عرض خاص، فخلال هذا الكتالوج كيمكن لكم تشريوا أي جوج كريمات من اختياركم وتوفروا 60%. هذا يعني أنكم غادي تشريوا جوج ديال الكريم ب 99 درهم فقط. ودائما من ماركة دوان كنقدموا لكم جديد آخر للعناية بالشفاه، واللي هو بلسم دوان A to Z اللي كيتميز أيضا بفوائده العشرة لعناية متكاملة بالشفاه. كيهدأ وكيرطب الشفاه بفضل خلاصة الصبار، كيمنح ترطيب اللي كيدوم طويلا، وكيساعد على تهدئة وحماية الشفاه. ومقدم لكم في هذا الكتالوج بخصم 40%. وللرجال كنقدموا لكم لو دو تواليت ميستر جورداني اكوا من العائله العطريه بوازي اكوز برائحه عصريه مستوحاه من المياه المنعشه. كينفتح العطر بمزيج من الليمون ونفحات عطريه خضراء. قلب العطر كيتكون من خشب الصندل وخشب الارز، وكيكتمل العطر بنفحات بحريه فريده. وبمناسبه اطلاق العطر كيمكن لكم تشريو جوج ديال العطور وتوفروا 50%. من الاكسسوارات كنقدموا لكم ساعه يد نورديك اون اديسيون ليميتي بسوار ارجواني ناعم وزجاج متعدد الاوجه منقوش على شكل جوهره، ومتوفره في هذا الكتالوج بخصم 40%. والعنايه بالاظافر كنقدموا لكم مجموعه منتجات دوان اكسبرت كير. اول منتوج هو قلم زيتي للاظافر وبشره الاظافر بخلاصه الصبار المهدئ لتغذيه تهدئه وتنعيم الاظافر بشكل مكثف. ملمس ديالو غير دهني، سهل الامتصاص ومقدم على شكل قلم لسهوله الاستخدام. منتوج ثاني هو سيروم الاظافر المكون بزيت بذور العنب المغذي، كيساعد على تحسين نمو ومرونه الاظافر، مكون بصيغه غير لاصقه والمنتوج سهل الامتصاص وفيه عطر فاكهي. ثالث منتوج هو مقوي الاظافر المكون بالكالسيوم المقوي اللي كيساعد في تقوية وحماية الأظافر، وكيعطي عناية متكاملة والتركيبة ديالو ملونة. آخر منتوج هو قناع الليل بخلاصة الطحاليب الحمراء المجددة اللي كتساعد على إعادة الجمال الطبيعي للأظافر. التركيبة ديالو غنية بالماء لعناية إضافية وسهل الإزالة بدون استعمال طلاء الأظافر. منتوجات دوان اكسبرت كير موفره لكم في هذا الكتالوج بخصم كيوصل 50%.
ولعناية بشرة الأرجل كنقدم لكم منتوجين جديدين. أول منتوج هو مزيل الجلد الخشن اللي كيستهدف البشرة الأكثر خشونة على مستوى القدمين من خلال لمسات خفيفة ولطيفة من بعد ما كان تم تنعيم القدمين في الحمام. الأداة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدع ومزودة بشفرة مدمجة وقابلة للاستبدال. المنتوج الثاني هو مبرد القدمين المتقدم اللي كيتستعمل بعد إزالة البشرة الأكثر خشونة لإزالة البشرة الجافة. المنتوجات مكونين من 50% من بلاستيك قابل لإعادة التدوير. الجديد الموالي هو بلسم واقي تندر كير بزيت بذور البرتقال اللي كيحافظ على نعومة البشرة وحمايتها بمساعدة زيت بذور البرتقال المنعش والمعروف بخصائصه المضادة للأكسدة المغذية والواقية. كيتستعمل كبلسم للشفاه، كمرطب للبشرة الجافة وككريم لبشرة الأصابع الخشنة. ومقدم لكم في هذا الكتالوج بخصم 50%. اخر مستجد في هذا الكتالوج هي علبه اللي كتضم 3 ديال الكريمات لليدين وهو ثلاثي احتفالي بمستخلصات نباتيه كتخلي البشره ناعمه سلسه ومعطره برائحه زهره الفوانيا الرومانسيه، زهره الليلاك وزهره الياسمين الجذابه. العلبه موفره لكم في هذا الكتالوج بخصم 45%. والان غادي ندوزو لثاني فقره واللي هي فقره العروض. إذا قمتم بجمع مصابيح وغفلام خلال الكتالوج 3 فالهدايا ديالكم في انتظاركم وعلى حسب عدد المصابيح اللي قمتم بجمعها. كل مصباح كيعادل قلم العينين اون كولور الأسود أو البني. جوج ديال المصابيح كيعادلوا عطر جويس تركواز أو عطر جويس جاد أو عطر جويس روز. أما أربعة المصابيح كيعادلوا سواء عطر إكلا أوم سبور أو قناع الليل نوفيج إنتن سكين ريتشارج. هذا كيعني أنكم غتستفدوا من المنتوجات بخصم كيوصل حتى 65%. أقوى عرض في هذا الكتالوج فالكل طلبية بقيمة 200 درهم كتحصلوا على عطر أمبر إليكسير ب 139 درهم فقط. هذا يعني أنكم كتوفروا 55%. عروض خاصة بشهر رمضان فعند شراء ماسكارا دوان واندرلاش كتحصلوا على قلم آيلاينر دوان المقاوم للماء بالمجان. إذا قمتم بشراء عطر جورداني جولد إسنزا فأنتم كتحصلوا على سبراي معطر للجسم بالمجان. والعناية بالشعر عند شراء زيت الليل للشعر إليو فأنتم كتحصلوا على لشامبوان إليو مجانا. وفي عالم الألوان والماكياج ومن لامارك جورداني جولد إلى شريتوا أي أحمر شفاه جورداني جولد آيكونيك إليكسير من اختياركم كتحصلوا على قلم العينين جورداني جولد بالمجان. ومن ماركة اون كولور يمكن لكم شراء المجموعة المكونة من مصحح عيوب البشرة وكريم الأساس مات ب 69 درهم فقط. هذا يعني أنكم كتوفروا 55%. كنقدم لكم عروض متعددة. إلى شريتوا المجموعة المكونة من مستحضر الوجه ومصحح عيوب البشرة ب 99 درهم فأنتم كتحصلوا على الجل المنظف والمنشط بالمجان. ومن لامارك اوبتيمالز الى شريتوا اي كريم الليل من اختياركم كتحصلوا على كريم الليل اخر بالمجان. والعنايه بالجسم كنقدموا لكم عرض جد مغري عند شراء كريم اليدين والجسم ميلك اند هاني جولد كتحصلوا على جل استحمام ديسكوفر كاليفورنيا ومعجون الاسنان اوبتي فريش بالمجان. والان غندوزوا لفقره منتوجات العنايه بالبشره. مجموعه جديده اللي كتنضم لمجموعه منتجات نوفيج واللي هي مجموعه نوفيج سكينرجايز. هذه المجموعه كتحارب جميع علامات تقدم السن الاوليه بشكل فوري وعلى المدى البعيد، كما انها كتقلل علامات التعب، كتحافظ على حيويه البشره وكتساعد اعاده شحن طاقه الخلايا وتنشيطها وكتمنح حمايه شامله من المؤثرات البيئيه وكتساعد في تحسين اشراق البشره ب 25 مره اكثر. مجموعات نوفيج سكينرجايز كتناسب جميع انواع البشره وكيمكن استعمالها ابتداء من سن العشرين. المجموعه اللي كتعالج مشاكل تقدم سن البشره وفي نفس الوقت كتحارب لون البشره غير الموحد، البقع الداكنه والكلف. فمجموعه برايت سوبليم كتقدم حل شامل لكل المشاكل المذكوره ويمكن استعمالها من طرف جميع الاعمار ابتداء من سن 25 سنه فما فوق.
في حال كنتو كتعانيو من ظهور تجاعيد دقيقة، تجاعيد تعبيرية، وخصوصا في بداية الثلاثينيات، فضروري إعطاء البشرة العناية اللازمة لمقاومة هاد العلامات. فمجموعات إيكولاجين وينكل باور كتعطيكم ترطيب عميق وتقليص مظهر التجاعيد التعبيرية بنسبة 49% من بعد مرور 20 دقيقة، بالإضافة لتقليص الحجم ديالها بشكل دائم خلال 12 أسبوع فقط. مجموعات نوفيج ألتيميت ليفت كونتور ديفاين كتستهدف شد البشرة ومحاربة الترهل، وكتساعد في استعادة 40% من مرونة البشرة المفقودة في غضون 4 أسابيع فقط. المكونات الأساسية ديالها هي تقنيات لاسباترو ليفت الحاصلة على براءة الاختراع اللي كتساعد في تجديد إنتاج الكولاجين والإلاستين الطبيعي للبشرة للحصول على بشرة أكثر مرونة مع محيط وجه أكثر تحديد. مكون ثاني هو مستخلص الخلايا الجذعية من نبات بودليا اللي كيساعد على الحماية من تدهور الكولاجين، وكيوفر مضادات أكسدة واقية من الجذور الحرة اللي كتساعد في إبطاء شيخوخة الجلد. ومكون ثالث تقنيات تريبيبتيد الحاصلة على براءة الاختراع أيضا اللي كتزيد من إنتاج الكولاجين للمساعدة على ليونة البشرة وتنعيم الخطوط والتجاعيد. مجموعات نوفيج تايم ريستور للنساء فوق سن 50، نظرا لأن البشرة كتصبح ناضجة وكتحتاج لترطيب عميق وفعالية ضد التجاعيد والبقع ناتجة عن تقدم السن، فالمجموعة كتمكنكم من الحصول على مرونة وترطيب أكثر. مجموعات نوفيج مان فهي مجموعة خاصة بالرجال كتعطي طاقة فورية للبشرة للمحافظة على مستوى الترطيب، بالإضافة إلى محاربة علامات التجاعيد على المدى الطويل، وكتمنح نضارة للبشرة بنفس الطريقة اللي كتمنحها لها 24 ساعة من النوم. كنتمنى أن مستجدات وعروض كتالوج شهر 4 يكونوا نالوا الإعجاب ديالكم، وكنضرب لكم موعد في الكتالوج شهر 5.